الحياة هي عبارة عن تحدي، وأي شيء نحن ندخله هو عبارة عن تحدي. فحتى نحن نتجاوز هذا التحدي لازم يكون كفؤ، ولازم يكون قد مسؤولية قرارنا أنه نحن دخلنا طب أسنان. تمام، طب الأسنان بتخرج أطباء، فحتى تكون طبيب لازم يكون في عندك لايف ستايل معين يليق بكونك طبيب. يعني أنت طبيب من أول يوم تدخل فيه طب الأسنان أنت طبيب. النصيحة الأولى، فيق بكير، استيقظ مبكرا. دائما الاستيقاظ مبكرا هو من أصعب الشغلات اللي ممكن نحن نعملها بحياتنا. الاستيقاظ مبكرا مو معناه أن نحن نفيق الساعة 5 أو نفيق الساعة 6 أو نفيق بساعة معينة. نحن لازم نفيق قبل بساعتين من موعدنا، يعني عندنا محاضرة بالتسعة نفيق 7. ليش نفيق بكير؟ أول سبب أنه نحن لما نفيق بكير بيكون في عندنا وقت نحن نجهز حالنا على مهلنا، وقت تاني كمان مشان نحن نهيئ حالنا نفسيا لحضور المحاضرة. المحاضرات النظرية أو الدروس العملية هي نحن بدنا نستخدمها مشان نقدر نحن بالمستقبل نعالج المرضى ونحط المعلومات عليهم. فالاستيقاظ المبكر هو من أهم الشغلات اللي نحن لازم نعملها أثناء دراستنا بدون استثناء. وبشكل آخر، تذكروا أول يوم لكم بدوام الجامعة كيف كنتوا متحمسين وأصلاً ما قدرتوا تناموا. أنا بتمنى أنه هذا اليوم يتكرر طيلة 5 سنوات أو 6 سنوات من دراسة طب الأسنان وبنفس الحماس. الشغلة الثانية، تعلم. كيف يعني تعلم؟ التعلم في كلية طب الأسنان أو التعلم في الجامعة بشكل عام ما له مثل الثانوي والإعدادي يعطونا كتب نجي بآخر السنة نعمل اختبار وننجح. التعلم في طب الأسنان هو عبارة عن تعلم مهنة، يعني نحن بدنا نتعلم المهنة تعلم. نحن ناخذ المعلومات بحيث نقدر نطبقها بحياتنا العملية. كل معلومة عم تاخدها أنت بكلية طب الأسنان، كل معلومة عم تاخدها بالمحاضرات، بدك تقول بينك وبين حالك يا ترى هالمعلومة أنا كيف فيني استخدمها بحياتي العملية. شو ما كانت المادة، شو ما كانت المعلومة، الحقيقة هي بتخليك تستفيد منها بحياتك العملية لقدام. السؤال بيطرح نفسه، انت بتقول كيف انا يعني بدي اتعلم من دون ما اخذ، يعني اخذ الموضوع على مبدا انه هو والله مثل دراسه البكالوريا ومثل دراسه الحادي عشر مثل دراسه الاعدادي او الثانوي. التعلم بيكون بالقراءه، والقراءه هي ثالث نصيحه انا راح انصحكم اياها. اقرا اقرا اقرا. القراءه ما لا انه نحن نجيب الكتب ونقراها اللي اخذناها بالجامعه او المحاضرات نقراها مشان ندرسها، هذا بدك تقراه بالاخير سواء كنت مبسوط او لا، بدك تقراه مشان تقدم الفحص وتنجح وتخلص من الجامعه. القراءه هي عباره عن التوسع، هي قراءه المراجع. مثلا انت اخذت اليوم معلومه متعلقه بالكراونز بالبريدج، معلومه معينه، دور على المصدر الاساسي لها، اسال دكتورك انت من وين جبت المحاضره او من وين كان مصدرك الاساسي، جيب الكتاب الاساسي، موجودين بيكونوا اكيد بمكتبه الكليه، واذا ما موجودين بمكتبه الكليه ممكن تشتريه وممكن تحصلهم من اي مكان او تصورهم عند حدا من رفقاتك. ووصل لمصدر المعلومه، دائما اقرا المصدر. المصادر هي الكتب، وكمان في عندك هذا المصدر بعد ما انت حصلت على المعلومه الاساسيه بنصحك تقرا مقالات عنه. رابع نصيحة الحقيقة كمان كتير مهمة، جميع قصص النجاح بدون استثناء اقروا عن الناجحين كلهم بدون استثناء بدأت بفعل خير. أي شيء بتلاقيه أنت ممكن تساعد فيه غيرك سواء كان رفيقك بالكلية، رفيقك اللي قاعد جنبك بكرسي الأسنان عم تشتغلوا مع بعضكم على نفس الكرسي ساعده. الحقيقة نحن اشتغلنا لما كنا طلاب طب أسنان اشتغلنا لحالنا وكان كتير الموضوع صعب. لو كان في حد ممكن يساعدنا يكون كأسيستنت معنا، ولما بتساعد رفيقك أولا بتساعده أنه يخلص حالاته أسرع، ثانيا بتكسب واحد بيكون معك بالسراء والضراء، ثالثا أنت بتستفيد منه لما بتشوفه كيف بيشتغل، وبالمقابل هو حيساعدك كمان. فدائما أنت دور على أي طريقة، على أي طريقة تساعد فيها غيرك بالمحاضرات سواء كان طلاب أو حتى إذا أجاك مريض. ما تتعامل مع مريضك على أساس أنه هو واجب عليك لازم تخلصه، تعامل معه على أساس أنه هذا مريضك اللي جاي لعندك على عيادتك الخاصة. تخيل حالك بعيادتك الخاصة، تخيل أنه هذا المريض حيدفع لك بس خلصت. فأنت تخيل هذا الدفع اللي حيكون بنهاية المعالجة هو رضا المريض ورضاك عن نفسك ورضا رب العالمين عليك. فدائما يكون شغلك بابتغاء فعل الخير وابتغاء أنه أنت عم تعمل خير مع الناس. وفي شغلة كمان نحن ممكن نقول عنها، التطوع بالحملات التطوعية، الرحلات التطوعية. الحقيقة مو مخصصة بس للأطباء، مخصصة كمان لطلاب طب الأسنان. دوروا على الرحلة التطوعية وروحوها، أحسن ما تروحوا بالصيف تقدوا وقتكم عند طبيب أسنان بعيادته، ممكن يكون ما عم يشتغل بشكل أكاديمي، ممكن يعطيكم ملاحظات أصلا غلط، ممكن ما يكون أصلا عم يشتغل بشكل أكاديمي، وممكن يكون أصلا معلوماته قديمة وماله up to date. فأنت لما بتروح تعمل رحلات تطوعية بتشوف الدكاترة، الدكاترة اللي بيروحوا رحلات تطوعية بيكونوا فعلا عارفين حالهم شو بدهم يعملوا شيء، بيكونوا عم يقدموا شيء، فأنتوا بتستفيدوا منهم، بتستفيدوا من خبراتهم، وبيشوفوهم كيف عم تشتغلوا بيعطوكم نصائح. النصيحة الأخيرة هي تنظيم الوقت، نظم وقتك. أنت عم تبني مستقبلك،
تمام بالخمس سنين او ست سنين طب الاسنان انت عم تبني حالك، عم تبني كل شيء له علاقه بالوقت اللي من هلا لحتى تموت. هاي الحقيقه، مو وقت هلا نروح وقتنا بشغلات تافهه، بشغلات ما لا لزمه لدراستنا. خلي حتى نحن بعطلنا نكون عم نقرا كتاب، نكون عم نعمل شيء خير، عم نعمل عمل تطوعي، عم ندرس الشيء اللي احنا درسناه. دائما تنظيم الوقت هو اهم شيء. دائما مثلا من احد امثله تنظيم الوقت هو تنظيم الدراسه، انه احنا اخذنا شيء اليوم نحاول نقرا عنه اليوم، ما ناجله ليوم الاختبارات. كمان من احد ملاحظات تنظيم الوقت انه يكون معك دائما نوت بوك. كيف يعني؟ انه نحن يكون في معنا دفتر صغير او نوت بوك على الموبايل ابلكيشن، ممكن نحن نكتب فيه ملاحظات اليوم شو حنعمل، 1 2 3 4 5 بالترتيب الأهمية نعملهم. هالواجبات لازم نعملهم اليوم، كل يوم لازم يكون في عندك واجبات. اليوم اللي بيمرق بدون واجبات بدون إنجاز شيء هذا لا يعتبر محسوب من حياتك. فأنت لازم دائما تكون منظم وقتك، كاتب كل مهامك تخلصها. ما بتعرف ممكن تكون أنت الشخص التالي اللي حيكون سيري على كل لسان، اللي حيكون الإنسان المشهور المعروف اللي هو دكتور ناجح، اللي هو شخص ناجح، اللي عم يقدم شغلات ممكن ما كانت موجودة من قبلك. ممكن تكون أنت التاني، أنت الشخص التالي اللي حيكون محور اهتمام مجال طب الأسنان. إن شاء الله يكون هاي النصائح فادتكم بشي. أنا كنت بتمنى هاي النصائح أخذها لما كنت طالب طب أسنان. بتمنى تكون النصائح كلها مفيدة، وعلى الأقل وحدة تستفيدوا منها تكونوا معنا بطبقوها وبشوفكم على خير.